thank uh you -huh. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الاردن اسعد الله اوقاتكم بكل خير وصحه نستعرض معكم الان اخر توقعات وتحديثات الحاله الجويه في المملكه خلال الفتره القادمه تاثرت المملكه الليله الماضيه بامتداد اللي ضعيف لمنخفض جوي ضعيف هذا المنخفض الجوي كان من الدرجه الاولى وتسبب بمشيئه الله بهطول زخات امطار خفيفه الى متوسط الشده في اجزاء من شمال ووسط المملكه بلغت في العاصمه عمان ما بين 5 4 مليمترات الى حدود 8 مليمترات في بعض اجزاء العاصمه ننتقل معكم لملخص استعراض الحاله الجويه المتوقعه خلال الفتره القادمه توقعات باستقرار الاجواء بقيه هذا اليوم الثلاثاء وحتى ساعات بعد ظهر وعصر يوم غدا الاربعاء بمشيئه الله في حين تستمر الاجواء البارده خلال الليله القادمه وبشكل اكبر في جبال الشراء واجزاء من الباديه والسور الشرقيه الى ذلك اتوقع ان تتاثر المملكه من جديد مع ساعات مساء الاربعاء ويوم الخميس وحتى ساعات فجر الجمعه بمنخفض جوي وكتله هوائيه بارده هذا المنخفض الجوي متوقع ان يندرج تحت التصنيف الثاني في المؤشر الذي ابتكره في وقت سابق تقصى العرب والذي يمتد من الدرجة الأولى الأضعف وحتى الدرجة الخامسة الأكثر قوة سيكون هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله من الدرجة الثانية نعود معكم الآن لاستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية المنطقه لدينا هنا خصيصا في طقس العرب وتبين وجود بقايا السحب المنخفضه التي اثرت مع الليله الماضيه وساعات صباح هذا اليوم بيتزامن مع هذا الامتداد للمنخفض الجوي الضعيف وهي تتحرك بعيدا عن المملكه نحو لبنان وسوريا في حين نلاحظ معكم بالنظر غربا كميات كبيره من السحب الممطره تتموضع فوق الجزر اليونانيه وغرب تركيا وهي مرافقه للمنخفض الجوي الذي متوقع ان يصل الى المنطقه مع ساعات عصر ومساء الغد بمشيئه الله. ننتقل معكم الان لمشاهده اخر توقعات الامطار الخاصه خلال الفتره القادمه، نلاحظ معكم يوم الثلاثاء وحتى ساعات ظهيره الاربعاء خلو المملكه من السحب الممطره وبالتالي خلو المملكه من الامطار في حين تزداد الامطار تدريجيا مع ساعات مساء الاربعاء. صوب دوله فلسطين وبالذات حول الشريط الساحلي وتبدا بالامتداد نحو اجزاء من المناطق الشماليه ووسط المملكه تحديدا مع انتصاف ليل الاربعاء على الخميس حيث تشتد وتنتظم هذه الامطار في شمال ولاحقا وسط المملكه وتصحب حينها بعيد انتصاف الليل بالعواصف الرعديه وزخات من البرد بمشيئه الله. يوم الخميس تمتد هذه الفعاليه الجويه تدريجيا نحو اجزاء من المرتفعات الجويه الجنوبيه في حين تستمر في شمال ووسط المملكه في حين تبقى شرق المملكه بعيده عن الفعاليه الجويه ومن ساعات ليل الخميس على الجمعه تضعف الفعاليه الجويه بشكل واضح تستمر الامطار بالهطول على شكل زخات متوسطه الشده غالبا في العديد من مناطق المملكه في حين تكون الجمعه الاجواء بارده غالبا غائمه مع فرصه لسقوط زخات خفيفه من الامطار مع ساعات الصباح والظهيره بمشيئه الله نستعرض معكم الاحوال الجويه المتوقعه خلال ثلاثه ايام القادمه نبدا معكم من الليله أجواء باردة في العاصمة عمان 8 درجات مئوية هي الصغرى المتوقعة مع درجات أقل من ذلك صوب الأجزاء الشرقية والجنوبية من العاصمة بمشيئة الله توقعات الخاصة بالثلاث ايام القادمه نلاحظ معكم تحول الاجواء الى ماطره يومي يوم الخميس في حين تكون هذه الامطار على شكل زخات ليله الخميس ونهار الجمعه تكون هذه الزخات خفيفه مع تحذيرات من تشكل الضباب وانعدام الدراري الافقيه فوق الطرق المرتفعات الجبليه، كذلك الحال من خطر جريان الاوديه والشعاب بدءا من ساعات منتصف الاربعاء ليلة الاربعاء الى الخميس وساعات فجر وصباح وحتى ظهيره الخميس بمشيئه الله. في شمال ووسط المملكة. أمطار خير نتمناها لجميعكم، إلى اللقاء